بعدين في شيء معلومة أنا تذكرني، رقم 71 هنا في معلومة جميلة يعني أريد أعطيها. أنت تشوف العائد تقول أنا العائد 5% أو 6% أو 7%، زين كم فيها لازم تحط ببالك يعني كم من العائد، لما تشوف الخيارات اللي موجودة عندك في الاستثمار في المنتج نعم أو سلعة لها عائدها المعين وفي لها مخاطرها المعينة. ففي قاعدة في رولز يسمونها رول 72، العائد اللي توقع مثلا 5% تقسم 72 على 5 يعطيك كم سنة مشان تدبر رأس المالك. أنا متوقع مثلا هذا السهم أو هذا الصندوق أو هذه المنتج يعطيني 5% سنويا، زين فأنا بحط مثلا مبلغ هذا المبلغ، فبتقسم 72 على هذا العائد اللي موجود فيه بيعطيك كم سنة تحتاج عشان رأس مالك يتدبر. فسبحان الله الرقم ذكرني أول ما شفته ذكرني بهاي القاعدة اللي هو 71.